ما الذي يمكن أن يحدث عندما تهوي بك الأيام فجأة من قمة اعتدت اعتلاءها حتى أصبحت عنوانك إلى قاع لم تعرفه من قبل؟ بحسابات المنطق ومع الكثير من التفاؤل، لا يمكن أن يتجاوز الأمل مجرد الخروج من الحفرة دون كسر لا يلتئم، لكننا في الزمالك حيث لا مكان في أغلب الأحوال للورقة والقلم. مفيش فلوس للفرقة، الفلوس احنا دفعناها في أرض 6 أكتوبر تقريبا ولا كلام منه. أنا واحد من الناس قلت أنا مش هلعب تاني، لأن تقريبا قعدنا 11 شهر ما نقبضش. كان ليا مستحقات حوالي 400 ألف جنيه في النادي. بعد كده قلت أنا همشي. راح بكل سهولة رئيس النادي الأسبق قعد قال لي عايز تمشي امشي، بس تنازل عن فلوسك وتنازل عن مستحقاتك جوه النادي. رحت متنازل ومشيت زي هاشم زي الأحمر، والأمور بقت كده لدرجة إن هو ما كانش فارق معاه الفرقة خالص ولا الفرق، مش فرقة الهاندبول بس، بدليل إن مش الهاندبول بس، الهاندبول والفولي والباسكت والكورة. بعد النجاح في الوصول 3 مرات متتالية لكأس العالم للأندية بتتويج بالبرونزية ومرتين في المركز الرابع، خريف مرعب في أواخر العام 2012 تتشتت فيه أوصال البطل في ظل مشاكل إدارية ومادية كارثية كادت تهوي بالفريق الأكثر تتويجا في كرة اليد المصرية إلى الدرجة الثانية بعد سنوات من السيطرة على الألقاب المحلية والقارية. لكن أسماء كاسم الزمالك يمكنها أن تلعب بمفردها أحياناً بمجموعة من الشباب مدفوعة بمؤازرة صخب مدرجات مكتملة لم تعرفها أبداً دورة تفادي الهبوط. يبقى الزمالك حيث اعتاد في القسم الأول. كان بالنسبة لنا حاجة كويسة جداً إن مجلس إدارة الزمالك دلوقتي برئاسة المستشار ناس فعلاً بتحاول إن هي فعلاً ترجع نادي الزمالك تاني في كل الألعاب، ويمكن الكلام دوت بين السنة اللي فاتت فليه لا، احنا اوريدي كنا محتاجين حد بس يشجعنا ويبقى فعلا حد فعلا قلبه على النادي وقلبه على الفريق الهاندبول، وان هو عايز فعلا يرجع فريق هاندبول، فمش مشكله ان يعني اوكي هنرجع وكل واحد يتنازل عن اللي يتنازل عنه او يعمل اي حاجه، بس المهم ان احنا نكون موجودين مع بعض تاني ونقدر نحقق حاجه كويسه للنادي زي ما كنا. ياتي مجلس اداره جديد سعيا للنجاح مفعم بروح الانتصار، وتبدأ معه رحلة استعادة الكبرياء على عجل باستدعاء قائد الكتيبة القديم أيمن صلاح وشريكه في حراسة المرمى الذي تحول إلى كبير معاونيه حمد الروبي، ليبدأ معا مهمة تجميع العقد المنفرط. ولأن الذهب لا يصدأ، لم يحتج المدير الفني العائد للكثير من الوقت من أجل لم شمل جنوده بالحد الأدنى من الانسجام، ولكن بالحد الأقصى من الإصرار والعزيمة. يسافر الزمالك إلى المغرب بدعوة خاصة من الاتحاد الإفريقي، وفي بال الجميع أنه أتى لمجرد إعادة تذكير إفريقيا بوجوده، بينما غاب عنهم أن فريقاً بهذا المعدن لا يمكن أن يأتي سوى ليسترد تاجه كمالك للقارة السمراء. جيل يبدأ من كريم هنداوي في الحراسة وينتهي بأحد أبرز اختراعات مصر في عالم الرياضة أحمد الأحمر، وما بينهم الطائر ريشا وخبرة الناضج حسن يسري وطاقة مستمدة من إرث السنوات كتلك التي لدى محمد ممدوح هاشم لا يمكن أن يشبعه انتصار مهما كان حجمه. الزمالك يعود إلى القاهرة ليسترد بقية ألقابه وعلى الطريقة التي يفضلها، حتى وإن ترك للمنافسين طاقة للأمل يغلقها وقت ما يريد. لقب الدوري والكأس المحليين عاد سريعا إلى مكانهما الطبيعي. الثنائية المحلية بعد التتويج الإفريقي قد تكون ذروة طموح البعض، إلا أنها لم تكن نهاية المطاف بالنسبة لكتيبة أيمن صلاح ورفاقه، والخطوة التالية كانت العودة لمونديال الأندية، عودة لم تأتي هذا العام بخسارة مفاجئة في مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي. لكن لإفريقيا سحر لا يمكنهم مقاومته، فبعد أيام قليلة من الهزيمة العابرة أهوى الفارس الأبيض يرد الدين للأحمر والأصفر سريعاً. تعود هذه المجموعة من المغرب مرة أخرى بلقب إفريقيا لأبطال الكؤوس، ودموع حسن يسري في ختام تلك البطولة يمكنها تلخيص كيف استسلم هؤلاء لشغف الفوز حتى أدمنوه. هكذا عاد الزمالك مالكاً متوجاً على عرش كرة اليد المصرية والإفريقية، وإذا كان لكل شيء عنوان، فإن عنوان الإبداع العربي والإفريقي في تلك الرياضة التي لا تلتقي فيها بغير المتوقع إلا نادراً، لا يمكن أن يكون سوى في قلعة ميت عقبة التي نقش على جدرانها هذا الجيل من لاعبي كرة اليد ذكريات ستمنحه الخلود في 100 عام وأكثر من التاريخ.